بالنسبة لقطاع الفضاء في دولة الإمارات يعني ولله الحمد يعني من أكبر القطاعات على مستوى المنطقة يعني من حيث الاستثمارات ومن حيث التنوع في مجال البرامج الفضائية، من حيث عدد الأقمار الصناعية، ومن حيث أيضا شمولية هذا القطاع. هذا القطاع اليوم يشمل يعني جهات فضائية، شركات يعني تدير يعني برامج فضائية، مؤسسات حكومية مثل وكالة الفضاء تشرع وتنظم وتدعم، وكذلك أيضا يعني جهات أكاديمية تعلم وتعطي يعني درجات علمية. القطاع الفضائي اليوم في الدولة تقريبا 500 موظف يستقطب، تقريبا نسبة العنصر النسائي حوالي 30%. العاملين في القطاع الفضائي من جيل الشباب يعني المتوسط العمري تقريبا في الثلاثينات، قطاع حيوي نشيط يستخدم أيضا للإلهام وللتعليم، وكذلك أيضا يلبي طموحات الدولة، وكذلك يكون جسر عبور للدولة نحو المستقبل بإذن الله. الأقمار الصناعية التي تملكها الدولة حاليا 7 أقمار صناعية، ولما نقول أقمار صناعية نتكلم عن أقمار صناعية حديثة بحجم كبير لها خدمات فضائية ملموسة وتغطية شاملة. يعني في عندنا تغطية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحاليا شركة الياسات تغطي أمريكا الجنوبية. آخر مستجدات أطلاق الأقمار الصناعية هذا العام عام 2018 3 أقمار صناعية، تم إطلاق القمر الأول اللي هو قمر الياسات رقم 3 في شهر جانوري، وهذا القمر مثل ما ذكرت يعني يخدم أمريكا الجنوبية. عندنا قمرين سوف يتم إطلاقهم، قمر تعليمي منتصف هذا العام، وكذلك أيضا سوف يتم نهاية العام الحالي قمر خليفة سات. هذا القمر يعتبر قمر مميز لأن هذا القمر صمم وصنع بأيادي إماراتية داخل دولة الإمارات. ماذا يعني؟ هذا الموضوع له دلالات كبيرة بأن دولة الإمارات اليوم أصبحت منتج ومصنع للأقمار الصناعية وليس فقط يعني مستخدم. طبعا هذا ما حصل يعني عشوائي، حصل نتيجة يعني رؤية وجهد وتعليم وتدريب لكوكبة من المهندسين الإماراتيين، تم إرسالهم إلى كوريا في قبل تقريبا حوالي 10 سنوات، اكتسبوا العلم والمعرفة والخبرة. حاليا اليوم نحن نجني ثمار هذا الاستثمار في العنصر البشري. طبعا إطلاق الأقمار الصناعية اليوم أصبح يعني خدمة، يعني ممكن تطلق إذا عندك قمر صناعي تطلقه من أكثر من مكان في العالم، وله معايير وله اعتبارات سواء اعتبارات مالية أو اعتبارات يعني بالنسبة للمخاطر. نحن بالنسبة للخليفة سات سوف يطلق من اليابان عن طريق يعني شركة يابانية. هذه الشركة أيضا هي التي ستطلق يعني مسبار الأمل. فعلاقات الدولة يعني الحمد لله يعني في مجال الفضاء يعني أيضا نشطين في العلاقات الدولية، عندنا علاقات دولية استراتيجية مع أكثر الدول، وعلاقاتنا طبعا ممتازة مع وكالة الفضاء اليابانية. نتعاون في مجال تصنيع الأقمار الصناعية المشتركة، وأيضا نتعاون في مجال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. فعندنا مثلا خليفة سات سوف يطلق يعني نهاية العام الحالي من اليابان، وكذلك أيضا مسبار الأمل إن شاء الله في عام 2020 سنتين من اليوم سيتم إطلاقه أيضا من اليابان. طبعا الاستثمار في الفضاء يعني هو سؤال كبير، يعني مو بنحن فقط في دولة الإمارات ولكن حتى على مستوى العالم. لماذا الاستثمار في الفضاء؟ نتيجة على اعتبار أن الفضاء مخاطره عالية، تكاليفه عالية، برامجه تأخذ وقت أطول وتحتاج إلى مهارات يعني مدربة ومؤهلة. ولكن الدول غيرنا ونحن في دولة الإمارات نستخدم الفضاء كمصدر للإلهام ولرفع سقف الطموحات ومنصة للتعليم وللتدريب، وكذلك أيضا لتلبية احتياجات الدولة في عدة مجالات سواء كان في المجال الاستراتيجي أو المجال الاقتصادي. الفضاء اليوم أصبح يعني محرك وداعم للاقتصاد المبني على المعرفة، كذلك في مجال العلوم والبحث والتطوير. الفضاء يعني مجال خاص بالأبحاث، لازالت يعني هناك الكثير من التحديات والغموض في الفضاء، وهو مجال يعني خاص ومنصة كذلك أيضا منصة للإبداع والابتكار. الفضاء أيضا يوفر علاقات وشراكات، يعني دول اليوم تختلف على الأرض ولكن تتحد في الفضاء. ولكن أيضا الفضاء مثل ما ذكرت يعني نحن نستخدمه اليوم كوسيلة أيضا للتعليم، فنلهم الجيل الناشئ من خلال الفضاء، وكذلك أيضا يعني نحاول نعلم وندفع شريحة من الجيل الناشئ نحو الاتجاه إلى دراسة العلوم والتقنيات عن طريق الفضاء.
وهذا الشريحة يعني لما تدخل في مجال العلوم والتقنيات بغض النظر وين يصير، يعني ينتهي في قطاع الفضاء وينتهي في قطاع البترول أو قطاع الطيران أو قطاعات أخرى، والدول بالطريقة هذه تستخدم الفضاء لعدة اعتبارات سواء استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية أو يعني تعليمية وبحثية. برنامج رواد الفضاء يعني فتح باب التسجيل في بداية العام الحالي، تقدم للبرنامج 4000 متقدم، نسبة العنصر النسائي كان تقريبا حوالي الثلث، حوالي يعني 34%. مر البرنامج بمراحل يعني تصفيات للتأهيل. نحن طبعا الهدف من البرنامج هو برنامج مستدام وليست زيارة، وسيتم اختيار يعني 4 رواد فضاء يكونوا بمهنة رائد فضاء ويتم يعني يشتغلون ويعملون في القطاع الفضائي، ويكون أول رائد فضاء بإذن الله إن شاء الله سوف يطلق العام القادم. حاليا تم التصفية عدة مراحل، من مرحلة تقريبا إلى 200 إلى 100 إلى تقريبا 50 إلى 20. حاليا نحن في تقريبا آخر مجموعة، هي 9 رواد مرشحين، 9 مرشحين حاليا يخضعون لاختبارات طبية وأيضا يعني مهنية تساهم أنه يكون برنامج أو رائد الفضاء يكون ناجح. ونتوقع إن شاء الله أن خلال الفترة القريبة سيتم تحديد الفائزين، وسيتم إطلاق أول رائد فضاء إماراتي إن شاء الله العام القادم في شهر أبريل عن طريق مركبة الفضاء الروسية سويوز، وتم توقيع الاتفاق مع الجانب الروسي. في الجانب التشريعي نحن ولله الحمد يعني تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء في عام 2016، وثيقة توضح لماذا الاستثمار في الفضاء، وتعطي توجيهات للقطاعات الأكاديمية والحكومية، وأيضا ترسل رسائل لأن برنامج الدولة يعني سلمي لخدمة البشرية ومصلحة البشر يعني مصلحة الإنسان. تم إصدار أيضا تم العمل على القانون، قانون الفضاء، والذي حاليا في دورة الإصدار، نتوقع إن شاء الله أنه سيصدر في العام 2018. كذلك أيضا نعمل على وثيقة وهي نسميها الاستراتيجية الوطنية للفضاء. هذا الاستراتيجية تحدد معالم المشاريع والمبادرات والبرامج التي سنقوم بها خلال المرحلة القادمة، فهذا يعطي مصداقية ويعطي أيضا شمولية أن قطاع الفضاء اليوم منظم مشرع، يعطي يوفر بيئة جاذبة للاستثمار، يعطي طمأنينة للمستثمر الأجنبي، وكذلك يحمي المستثمر المحلي. الاستثمار العالمي في مجال الفضاء تقريبا يعني يزيد بنسبة يعني نسبة نمو يعني تقريبا ثابتة، أو تقريبا 7-8% سنويا خلال 10 سنوات الماضية. وقطاع الفضاء لم يتأثر بالأزمات المالية، وإنما حافظ على يعني نمو مستمر خلال الفترة الماضية. حجم الاستثمار العالمي حوالي 340 أو 350 مليار دولار سنويا اللي يصرف على الأنشطة الفضائية، مختلف الأنشطة. نحن في دولة الإمارات يعني حجم الاستثمارات الذي في مجال الفضاء يقدر حاليا ما يقارب تقريبا حوالي 22 مليار درهم، هي المبالغ التي صرفت على البنية التحتية وعلى الأقمار الصناعية في مجال الفضاء. هذه يعني مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكبر الاستثمارات التي صرفت في المجال الفضائي. الفضاء يعتمد على الشراكات، وليس فقط هنا في دولة الإمارات وإنما في كل دول العالم، شراكات بين القطاعات سواء كانت قطاعات محلية أو شراكات دولية. على المستوى المحلي من أكبر شركاء الوكالة اليوم اللي هو الجانب الأكاديمي. نحن اليوم ولله الحمد يعني قدرنا نأسس يعني 3 مراكز فضائية بحثية مرتبطة بجامعات، مثلا المركز الفضائي في جامعة الإمارات تم تأسيسه باستثمارات تقدر بحوالي 100 مليون درهم. كذلك أيضا يوجد مركز بحث في جامعة الشارقة، مركز الفضاء والفلك، وكذلك أيضا حاليا في مصدر معهد رياسات للعلوم في الفضاء. هذا الجامعات أيضا بدعم من الوكالة تتجه إلى توفير درجات علمية، يعني أن الدولة اليوم أصبحت مركز إقليمي للتعليم الفضائي. عندنا 3 جامعات، وإن شاء الله الجامعة الرابعة الجامعة الأمريكية في الشارقة سوف يعني توفر درجات علمية في مجال الفضاء، سواء في مجال الساينس العلوم أو في مجال التقنيات أو في مجال القانون. طبعا هذا يعطي الدولة يعني ريادة في هذا الجانب. بالنسبة للجانب الدولي أيضا نحن لازلنا دولة نطمح ويعني نحتاج إلى المعرفة والتقنيات لدعم برنامج الدولة الفضائي وتلبية طموحات الكبيرة في الجانب هذا. فنشطين في الجانب الشراكات الدولية، وقعنا أكثر من 25 اتفاقية تعاون فضائي ومذكرة تفاهم. تقريبا اليوم مغطين كل وكالات الفضاء على مستوى العالم. عندنا تقريبا وكالة أو وكالتين حاليا، ويجري العمل على صياغة اتفاقية. ليس الهدف التوقيع، وإنما تسهيل
نقل المعرفة والتقنيات للدولة. نحن هذا الشراكات نستغلها في مشاريع مشتركة، وحاليا توجد لدينا مشاريع مشتركة مع مثل ما ذكرت يعني مع الجانب الأمريكي. وقعنا أول أمس أنا كنت في بريطانيا، وقعنا اتفاقية مع ناسا، كذلك أيضا موقعين اتفاقية مع الجانب الفرنسي، ولدينا مشروع مشترك. لدينا مشروع مشترك أيضا مثل ما ذكرت مع وكالة الفضاء اليابانية، لدينا أيضا مشروع مشترك مع وكالة الفضاء الروسية. كذلك أيضا أخي يعقوب، يعني عندنا اليوم لجنة استشارية علمية، وهذا اللجنة مكونة من تقريبا 10 من كبار الخبراء وقادة القطاع الفضائي على مستوى العالم. هذا اللجنة نسترشد بآرائها، نعرض عليها مشاريعنا الطموحة، وفي نفس الوقت تعمل كصمام أمان البرنامج الدولة الفضائي، أنه بإذن الله نسير في الاتجاه الصحيح. مشروع مسبار الأمل طبعا هو مشروع يعني اسم على مسمى، هو يبعث الأمل في الشباب العربي حتى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم. هذا المشروع الدولة رائدة فيه لكونه يعني أول مشروع عربي إسلامي يطمح أن دولة يعني تخطط للوصول إلى الكوكب الأحمر لكوكب المريخ. هذا المشروع لله الحمد يعني نحن نستغله كمنصة للتعليم وللتدريب ولاكتساب المعرفة والخبرة، وكذلك أيضا لنقل التقنيات للدولة. عندنا لله الحمد يعني قيادة لديها رؤية، قيادة ملهمة، فنحن هذا المشروع هو نتيجة تلك الرؤية البعيدة المدى، وكذلك أيضا هذا هي رحلة. نحن ليس الهدف هو الوصول للمريخ، ولكن هي رحلة إلى المريخ. نحن يهمنا كم يعني شخص أتعلم، كم معرفة يعني اكتسبناها، وكم تقنيات نقلناها للدولة. هذا المشروع لله الحمد يسير بصورة يعني حسب الخطة الزمنية وحسب الميزانيات المقررة، وهذا ليس بالطبيعي في المشاريع الفضائية. عادة المشاريع الفضائية تخرج عن نطاق التخطيط، ولكن لله الحمد اليوم أقدر أؤكد أن هذا المشروع يسير بصورة صحيحة حسب الخطة. سوف يطلق بإذن الله في عام 2020، سوف يوصل المريخ في مطلع 2021، وهذا سيصادف الذكرى الذهبية لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وليس بغريب أن دولة الإمارات اليوم هي دولة الرؤى، وهذا نتيجة يعني ولله الحمد مثل ما ذكرت القيادة التي لديها رؤية للمستقبل. لكن القيادة أيضا تعمل على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج ناجح للدول الأخرى حتى تتغير المنطقة هذه. من ضمن المشاريع ومن ضمن يعني القطاعات التي الدولة تكون يعني رائدة فيها اللي هو قطاع الفضاء، ومن خلال هذا المشاريع نحن يعني اليوم الهدف أن نثبت للشباب العربي أن هذا الأشياء أنها ممكن تحقيقها. صحيح كانوا الأجداد في القرون كانت المنطقة يعني تقود العالم في مجال علوم الفلك وفي مجال علوم الطب وفي مجال علوم الاجتماع وغيره، ولكن حصل انحدار. لكن لا يعني هذا أنها النهاية، ولكن من خلال هذا المشاريع الطموحة أن نبعث برسائل للداخل والخارج أن ممكن أن هذا الأمة تتمثل من خلال العلم والتقنيات، وتعيد يعني قيمة ورفعة لهذه الأمة التي تستحق الكثير يعني.